الدكتور رشيد مازة، طبيب بيطري بالمصلحة البيطرية بفاس. اليوم كنتواجدوا مع جمعية مساعدة الجزارة بن سودة بفاس بعد دعوة التي قاموا بها المصلحة البيطرية للحضور أول لقاء تواصلي معهم باش نشرحوا لهم بعض العلامات وعلى الحمى القلاعية وعلى الحالة الحالية ديال الحمى القلاعية بجهة فاس مكناس، كما اطمأنهم بأن هذا المرض مرض كيخص الحيوان ما كيقيش الإنسان. وبالنسبة للمنطقة ديال فاس كانت عندنا حالة وحدة في جامعة أول الطيب وتغلبنا عليها في الحين، إذا إلى يومنا هذا الحمد لله ما بانش حتى شي حالة. ومن بعد ذلك هضرنا على طرقنا بعض المسائل اللي هي كتهم المهنيين خاصة الجزار وصانع الجزارة وعلى الأمراض اللي يمكن أن يتعرضوا لها في المهن ديالهم، خاصة الصناع اللي كيقوموا باش كيسلخوا الحيوانات الأبقار والأغنام. مثلا هضرنا على مرض السول، هضرنا على الإشكالية ديال والأخطار ديال الذبيحة السرية. إذا فهمنا لهم بعض المسائل وحتى طرقنا حتى النقطة ديال البيع اللحوم، هل اللحوم الحمراء الصادرة من المجازر غير المعتمدة والجزائر المجازر غير أو المجازر المعتمدة، هل هناك فرق؟ فكما بين لهم بأن المجازر المعتمدة حاليا كما تبي في القانون بأن عندهم الحق أن يقوموا ببيعها في جميع مناطق المغرب لأن هي مجازر اللي هي معتمدة. أما بالنسبة للمسالخ الأخرى والمجازر الأخرى فلا يمكن أن نقوم بالخروج هذه اللحوم من المدار الحضاري. شكرا.